اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وجعل الجنة مستقره ومثواه، في كتاب مسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواقي الجاوي. في كلامه على الإجماع السكوتي هل يكون حجة أو لا يكون؟ وقد ذكر في الإجماع السكوتي عدة مذاهب، ثم بعد أن انتهى من الكلام على المذاهب تكلم على مسائل أو ضابط ومحترزات ذلك الضابط، لأنهم شرطوا في المسألة التي يكون الإجماع السكوتي فيها حجة أن تكون مسألة تكليفية، بمعنى أن تكون المسألة في مظان التكليف، بمعنى أن يكون المطلوب بها عمل بشري على سبيل الوجوب أو الندب أو الكراهة أو التحريم أو الإباحة. فإذا لم تكن الواقعة وهي واقعة الإجماع السكوتي لم تكن مسألة تكليفية، فإنه حينئذ لا يكون السكوت فيها دليلا على الرضا، لأنها مسألة غير مبحوثة وغير مهتم بها. لكنها إن كانت مسألة مبحوثة والمطلوب بها عمل، فإن المجتهدين والفقهاء يتصارعون ويتسابقون من أجل معرفة الرأي الشرعي فيها، فالهمم مدفوعة للبحث. فإذا قال بعض الناس وسكت الآخرون علمنا بذلك أنهم راضون. أما إذا لم تكن المسألة تكليفية نحو قول القائل عمار أفضل من حذيفة، أو بالعكس أو حذيفة أفضل من عمار، فإنه حينئذ إذا قال بعضهم فيها برأي وسكت الآخرون عن ذلك لا يكون من الضرب الذي نحن فيه وهو الإجماع السكوتي، لأن المسألة لا تدفع همم وبواعث المجتهدين لدراستها أو لبحثها، أو لم تكن في محل الاجتهاد بأن كانت قطعية، فإن السكوت عليه على ما قيل في الأولى وعلى القول في الثانية بخلاف المعلوم فيها لا يدل على شيء. يعني كون إنه بعضهم قال حذيفة أفضل أو بعضهم قال عمار أفضل وسكت الآخرون، السكوت لا يدل على الرضا، السكوت لا يدل على السخط، فلا تعلم منه موافقة ولا تعلم منه عدم موافقة. وكذلك إذا كانت المسألة ليست في محل الاجتهاد بأن كانت مسألة قطعية، يعني قطعية من حيث الحكم باعتبار القائل به، فإن السكوت القول بها والسكوت على ما يخالفها لا يدل على شيء. وعلى القول بالثانية بخلاف المعلوم، يعني هب أن المسألة مقطوع به وهذه المسألة المقطوع بها قال بعضهم بخلاف المعلوم وسكت الآخرون، هل يكون سكوت الآخرين على ذلك موافقة لقول القائلين فيها بخلاف المعلوم؟ لا. لماذا؟ لأنهم إنما سكتوا لأن المقطوع يكفي عن أن يخبروا بشيء مما توصلوا إليه.
قال أو لم تكن في محل الاجتهاد بأن كانت قطعية، فإن السكوت على ما قيل في الأولى من أن حذيفة أفضل من عمار أو عمار أفضل من حذيفة من المسائل التي لا يتعلق بها تكليف، وعلى القول في الثانية بخلاف المعلوم، هب أن هناك من المجتهدين من قال بخلاف المعلوم وسكت الآخرون عليه، هل يدل ذلك على قبول الساكتين على موافقة أو على يعني مجاراة القائلين فيها؟ لا يدل على شيء، لأنهم إنما اتكلوا على القاطع، يعني لم يتكلموا فيها ولم يبينوا ولم يعترضوا، لأن القاطع يكفي في الجواب عن مخالفته. وأما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين، لأننا شرطنا في الإجماع السكوتي أن تبلغ المسألة كل المجتهدين. طيب، بما إذا لم تبلغ إلا بعض المجتهدين، يعني المسألة بلغت بعض المجتهدين ولم تبلغ بقية المجتهدين، فيكون سكوت الساكت لا يدل على رضا، لعله لم يصل إليه الخبر، لعله لم يعني لم يبدي فيها رأي لأنها لم تدرس بعد، لأنها لم تصل إليه. وأما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين بل بلغت بعضهم، فإن الأكثر على عدم حجيته، فإن الأكثر من العلماء والأئمة على أنه ليس بحجة. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل وصل القول إلى البقية الساكتين أو لا. يعني إذا بلغت المسألة كل المجتهدين فعندئذ مع بقية الشروط يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحجية الإجماع السكوتي أو على المذاهب السابقة. أما إذا بلغت بعض المجتهدين وعلمنا ذلك أو غلب على ظننا أو ظننا أن المسألة قد وصلت إلى بعض المجتهدين ولم تصل إلى البعض الآخر، ففي هذه الحالة لا نقول بالإجماع السكوتي. وقيل إنه حجة، وذهب بعض العلماء إلى أنه في هذه الحالة حجة، لأن قول بعض العلماء المجتهدين مع غير انتشار ذهب بعضهم إلى حجيته، تلاقي الكلام ده عندك في جمع الجوامع. قول بعض العلماء المجتهدين الذي علم لبعضهم ولم ينتشر فإنه يكون حجة. قال إنه حجة، وقيل إنه حجة فيما تعم به البلوى دون غيره، يعني لأنه في هذه الحالة فيما تعم به البلوى يعني يكون قد غلب على ظننا أنه قد خاض فيه الجميع. يعني المسألة إيه؟ أن بعض المجتهدين قالوا قولا وهذا القول لم نعلم انتشاره، لكن مادة المسألة اللي قال بها بعض المجتهدين مما يكثر بها التكليف، مما تتكرر في المجتمعات، ففي هذه الحالة يكون حج. لماذا؟ لأنه كونها مما تعم به البلوى ويصل إلى يعني عوام الناس ويحتاجون إليها، هذا يجعل بواعث المجتهدين تخوض فيه وتبحث وتنقب وتتأمل، فنعلم بذلك أنهم قد بحثوا وأنهم قد خاضوا وأن سكوتهم ما هو إلا للموافقة.
قال إنه حجة، وقيل إنه حجة فيما تعم به البلوى، وذلك مثل مس الذكر، هذا مما تعم به البلوى لأنه بيقع كثيرا زي مسائل الحيض والنفاس بتقع كثيرا، هذا مما تعم به البلوى. وأما إذا اقترن بالسكوت خلاص كده انتهينا من المحترزات. وأما إذا اقترن بالسكوت أمارة السخط فليس بإجماع قطعا، يعني الساكت رأينا على وجهه علامات عدم الرضا، ورأينا على وجهه أمارات السخط، فهل يكون سكوته موافقة؟ لا، ده علامات وجهه تدل على أنه مخالف، فلا يكون سكوته لخوف للرضا بما قيل ولا الموافقة على ما ذهب إليه المجتهدون الذين تكلموا في هذه المسألة. يبقى إذا ظهرت أمارة السخط فإنه ليس بإجماع قاطعا بلا خلاف. يعني إيه سخط؟ يعني الرأي الذي قيل وذهب إلى بعض المجتهدين، قال به بعض المجتهدين وانتشر، وبعض العلماء والمجتهدين لما اطلعوا عليه تأففوا منه. اسكت، ما تقولناش حاجة، أو نظر إلى وجهه فرأى فيه إحمرار من القول واعتراض، فذلك يدل على أنه غير موافق، وإذا لم يكن موافق لم يكن إجماع، لأن الرفض ظهر أمارته وعلامته، أو أمارات أو أمارة الرضا، علامة الرضا ظهرت على المجتهدين الساكتين، عامل كده أول ما سمع الرأي. ده انت موافق بقى، يعني أساريرك وفرحتك لهذا القول تدل على الموافقة، فإنه إجماع قطعا أي بلا خلاف بين أحد من العلماء. قال بعض المتأخرين لو كان الفاعل من غير أهل الإجماع، هناك رجل مثلا فعل فعلا واطلع عليه أهل الإجماع ولكنه ليس من أهل الإجماع، ده قيد مهم جدا، من غير أهل الإجماع، تكتب فوقيه كده قيد مهم، لأنه لو كان من أهل الإجماع يا أولاد واطلع عليه أهل الإجماع ويعني لم ينكروا عليه يبقى هو ده الإجماع السكوت اللي احنا بنتكلم فيه. طب أنكروا عليه؟ لا، ما هو مجتهد مثلهم، ولا يعترض باجتهاد على اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فانتبه للقيود، لأن هذه القيود هي بمثابة بيان أو خريطة لبيان المسألة. المسألة في إيه؟ وضعها إيه؟ يضبط لك بهذه القيود، خريطة المسألة. قال واطلع عليه أهل الإجماع، اطلعوا على ذلك الفعل البشري ولم ينكروا عليه، رأوني وأنا أشرب عصير القصب، أهل الإجماع وأنا لست من أهل الإجماع، ولا داعي لعدم إنكارهم، يعني وليس هناك مسوغ لترك الإنكار. ممكن أكون أنا بشرب مثلا وأنا ذو شوكة وقوي، ولو اعترضوا علي لحبستهم جميعا، فهنا بقى في مسوغ لترك الإنكار، أو لو أنكروا علي لتماديت معهم في الشجار والشقاق فتركوا من أجل ذلك الاعتراض ومن أجل ذلك الإنكار،
وجد المسوغ. أما إذا لم يوجد مسوغ لترك الإنكار فيكون الفعل الذي رأوه وأقروه حلال. عارفين دي زي إيه؟ زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى فعلا يفعل أمامه ولم ينكر عليه، يدل ذلك على أنه حلال وإقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الفعل، لأن أهل الإجماع كده في القوة إقرارهم كإقرار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم معصومون في جملتهم. أما بقى سيدنا بيفوق عنهم بأنه هو بمفرده في سكناته وحركاته معصوم. لعدم إنكارهم ينبغي أن يكون ذلك حجة، يعني يكون شرب العصير القصب الذي رأوني وأنا أشربه يبقى ده إقرار منهم على حل عصير القصب، ويكون إقرارهم حجة. ينبغي أن يكون ذلك، إيه اللي هو ذلك؟ اللي هو عدم الإنكار بغير مسوغ حجة، لأن تقريرهم أي لأن تقرير أهل الإجماع كتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخصا على فعل. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا خالد وهو يأكل الضب فتركه يأكله، إقرار من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن الضب حلال أكله، بس خلصت. انتقلنا بعد ذلك إلى قول الصحابي، قال: وقول المجتهد الواحد من الصحابة، انتبه، قول، هذه أول قيد، المجتهد أخرج غير المجتهد، الواحد أخرج قول الصحابة كافة، من الصحابة أخرج قول غيرهم رضي الله عنهم، ليس بحجة على أحد. يبقى هنا بيتكلم على مذهب الصحابي، يعني ما ذهب إليه من الأحكام وما اعتقده، ليس بحجة على أحد من الصحابة المجتهدين بالاتفاق، على أحد من المجتهدين. إذا قال سيدنا عمر وهو مجتهد ليس قوله حجة على سيدنا أبو بكر والعكس بالاتفاق. أما قول الصحابي على نفسه فهو حجة ويجب عليه أن يعمل به في قرارة نفسه، ويجب على المقلد من الصحابة أن يتبع المجتهد من الصحابة. قال: ولا على غيره، يعني ليس قوله حج على غيره من الصحابة بالاتفاق، ولا قوله حج على غيره كالتابعين على القول الجديد المشهور لإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي لأنه ليس هناك دليل على حجية قول الصحابين، وإذا كان الأمر كذلك فوجب تركه، يعني وجب ترك قول الصحابي لأنه ليس هناك ما يدل على أنه حجة، لأن اعتماد حجيته بغير دليل شرعي لا يجوز لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا، يعني لما كان قول الصحابي ليس حجة على صحابي مثله، لأنهم قد أجمعوا إجماعا فعليا على جواز مخالفة بعضهم بعضا. اقرأ كده سير الصحابة ستجد من ذلك الكثير والكثير والكثير.
هذا يدل على أنهم أجمعوا على أنه يجوز لأحدهم أن يخالف أحدهم من المجتهدين لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضا. ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم. قول سيدنا أبو بكر مثلا حج وخالفه أحد الصحابة، إيه المشكلة؟ لا مشكلة، لأنه مجتهد خالف مجتهد. طب لو كان مخالفة المجتهد من الصحابة ممنوعة لمجتهد آخر لما وافقه على ذلك أحد، ولا خالفوه فيه، ولا نقضوه ونقشوه. قال ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار، يعني لحصل الإنكار من الصحابة على من خالفهم منهم، أي من الصحابة، ولكن هذا لم يقع. وقع الخلاف مع بعضهم، البعض مع البعض، ولم ينكر أحد من الصحابة على ذلك المخالف، فدل ذلك على أن قول الواحد من الصحابة ليس ملزما لمجتهد آخر من الصحابة. وإذا جاز لهم ذلك، وإذا جاز لهم مخالفة كل واحد منهم، فيجوز لغيرهم أيضا مخالفته. يعني إذا سوغ أن يخالف الصحابي الصحابي مع كونه مجتهدا، فيجوز أيضا لغير الصحابي مع كونه مجتهدا أن يخالف الصحابي. الصحابي مجتهد وأجمعوا على جواز مخالفة الصحابي المجتهد للصحابي المجتهد، فليكن غير الصحابي المجتهد كذلك في هذه الحالة، لأن أنتم جاوزتوا للصحابة أن يخالف بعضهم بعضا، فلما تمنعوا غير الصحابة من مخالفة أقوال الصحابة إذا كانوا مجتهدين مثلهم؟ طيب وكان هناك جماعة من الصحابة من التابعين مجتهدين في عصر الصحابة كالحسن وسعيد ابن المسيب، كانوا مجتهدين في أيام الصحابة ويفتون الأمة وهم لا ينكرون، والصحابة رأوهم وأفتوا الأمة ولم ينكر أحد من الصحابة عليهم، فعلم من هذا أن سنتهم ترك التقليد والأخذ بالاجتهاد. ولو وجب على المجتهد تقليدهم، يعني لو وجب على المجتهد تقليد الصحابة لأنكروا على هؤلاء المفتين. كانوا يقولوا انتوا ليه ما قلدتوناش، انتوا ليه بتفتوا واحنا موجودين؟ كان الحال كذلك. طيب يا سيدي يلا. ولأن الأصل في الأدلة ألا تخص، ألا تخص قوما دون قوم، الأصل يعني يا أولاد، يعني القاعدة المستمرة المضطردة أن الأدلة تكون لكل الناس. لكن أنا تقول لي والله لا، هو قول الصحابي حجة ودليل على غير الصحابي ومش دليل على الصحابي، من متى كانت الأدلة لقوم دون قوم، ولفئة دون فئة، ولأشخاص دون أشخاص؟ هذا ليس في الشريعة. ولأن قولهم لم يكن حجة في زمانه، يعني قول الصحابي مع الصحابي ليس حجة في زمن الصحابي، فليكن كذلك في غير زمن الصحابي عملا بقاعدة الاستصحاب. قال ولأن قولهم لم يكن حجة في زمانهم فكذلك بعدهم عملا بالاستصحاب. واضح. وهناك أدلة وأقوال كثيرة تركناها خشية الإطالة. واستثنى السبكي كالإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول الحكم التعبدي،
قال كده؟ لا، هو قول الصحابي ليس بحجة إلا في الحكم التعبدي، يعني الحكم اللي هو يعني غير معقول المعنى، الحكم الذي لا نعلم علته وقال به الصحابي ولم نعلم له علة، يبقى ده تعبدي ده. طب وتعبدي معناه ايه؟ معناه ان الصحابي ما قالوش من عنده، ما قالوش يعني باجتهاده، معنى كلامي ما قالوش باجتهاده، ما قالوش من اجل رؤيته للشريعة، وانما قاله من اجل انه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فهو في حكم المرفوع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يعلم بالرأي ولا يتوصل إليه بالاجتهاد والقياس، ده ما بيدخلوش القياس. يبقى من أين أتى به الصحابي؟ أتى به بقى من ضرب السماع. ولذلك بعض العلماء يقولون هذا الاستثناء استثناء ظاهري وليس استثناء حقيقي، لأن كلامنا في الحقيقة هو في قول لا يعلم بالنقل. يعني إيه؟ يعني إحنا لما بنتكلم على قول الصحابي بنتكلم على ما لا يدرك ما لا يدرك بالنقل. يعني إيه ما لا يدرك بالنقل؟ يعني نتوصل إليه بغير النقل، نتوصل إليه بضرب من الاجتهاد. ولذلك بنتكلم على قول الصحابي في المسائل الاجتهادية لا في المسائل التوقيفية التعبدية، ده معنى الكلام. قال في الحكم التعبدي، فإن قوله يعني فإن قول الصحابي فيه أي في الحكم التعبدي حجة لظهور أن مستنده فيه التوقيف. توقيف يعني يا أولاد يعني أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله بضرب من الاجتهاد ولا ممارسة الأدوات ولا الاستنباط، كما قال الشافعي رضي الله عنه روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة 6 ركعات في كل ركعة 6 سجدات. 6 ركعات في كل ركعة 6 سجدات، يبقى يدينا كم بقى سجدة؟ 12 في 6 72، يبقى فيها كم بقى سجدة يا مولانا؟ 72 سجدة. طيب يا أولاد نكمل. قال يعني هو 6 ركعات ده هو الصلاة أصلا فيها اجتهاد في كيفيتها، ده غير معقولة المعنى. ودام غير معقولة المعنى يبقى سيدنا علي أكيد سمعها من سيدنا النبي، لو ثبت هذا يعني. ولو ثبت ذلك، يعني ولو ثبت إن سيدنا علي قال ذلك، الإمام الشافعي بيقول لا قلت به. ليه؟ لأنه هتبقى رواية كأن سيدنا علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمني رسول الله، لأنه لا مجال للقياس فيه، يعني لا يدخله القياس. والظاهر أنه فعله توقيفا، والظاهر أنه فعله توقيفا، وهذا من قبيل تعارض الأصل والظاهر. الظاهر أنه توقيف والأصل عدم التوقيف، لكنهم رجحوا هنا الظاهر على الأصل لقوته. ثم قال بعد ذلك ورد بألا استثناء. الله، استثناء ظاهري، أما هذا ليس من قبيل الاستثناء الحقيقي. ليه؟ قال لأنه هذا ليس من قبيل العمل بقول الصحابي. أمال يا مولا سيدنا؟ قال لا، ده من قبيل العمل بقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي قاله سماعا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من قول الصحابي، ونحن إنما نتكلم على قول الصحابي. قال ورد بأن الاستثناء لأنه يعني الأخذ بما ذكر ليس من باب يعني قول الصحابي،
ليس عملا بقول الصحابي وإنما هو عمل بالسنة، لأن قول الصحابي فيما لا مجال فيه للاجتهاد في حكم المرفوع عند أهل الأصول، إذ هو من قبيل المرفوع كما ذكره الحاكم، ده كمان أهل الحديث على هذا، الحاكم صاحب المستدرك وابن عبد البر صاحب التمهيد وغيرهما من السادة العلماء. وأجاب بعضهم عن الإمام الرازي بأن مقصود الإمام الرازي والإمام السبكي التنبيه على ذلك، أنه ينبهه على هذا حتى لا يغفل عنه أحد، ويتوهم قبل التأمل أنه من باب الاحتجاج. يعني الإمام الرازي والإمام التقي السبكي له عذر في أن يستثني هذه السورة، لأن هذا الاستثناء الظاهري أراد به أن ينبه العقل حتى لا يقع في مخالفته. وهذا ما قاله ابن قاسم العبادي، يعني التعليل الجميل الرائع ده. وعلى هذا أي على الجديد بأنه ليس بحجة، ففي جواز تقليد غيره له قولان. وعلى إن قول الصحابي ليس بحجة، هل يجوز لغير الصحابي أن يقلد قول الصحابي أم لا؟ هو مش دليل، ماشي. طيب هل أنا بقى يجوز إني أنا أعمد إلى أقوال الصحابة وأقلدها وأتبناها وأسير وراءها أم لا؟ ده بحث مهم جدا، لأنه بحث إنتاجي. يعني إيه إنتاجي؟ يعني يتبني عليه كثير من الفروع المعاصرة. تيجي مثلا تقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ده لهم مذاهب، خد بالك، ومدونة مكتوبة يعني فيما بين أيدينا الآن، هل يجوز أن نقلدها أم لا؟ يعني إحنا في الإفتاء يجوز أن إحنا نعتمد على أقوال الصحابة ونفتي بها الناس أم لا؟ ده المسألة اللي هو عايز أن هو يأصلها ويتكلم عنها، وهي مسألة مهمة جدا، لكن أول مرة تسمعوها. قال قولان، يعني فيه قولان، المحققون على منعه. المحققون من العلماء قالوا بأنه ممنوع، يعني لا يجوز لنا أن نقلد مذاهب الصحابة، لا لنقص اجتهاد الصحابة نعوذ بالله من ذلك، بل لأن المذاهب التي نقلت إلينا الثقة بها مرتفعة. ليه؟ هي منقولة ليك بالسند؟ اثنين، هي محررة كتحرير المذاهب الأربعة، علم خاصها من عامها، مطلقها من مقيدها، ناسخها من منسوخها، مقدمها من مؤخرها، علمت مذهبه في كل ما يقول أم لا؟ وهكذا، لا لكونهم لدول أعظم المجتهدين، ده أولئك هم يعني إنتاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنواره وجهه الشريف قد شعت في وجوههم. أنت عايز إيه من أكثر من هذا؟ أنا بتكلم على صناعة وصلت إلينا، أنت معاك مذاهبهم بالتواتر، معاك مذاهبهم بالآحاد. طيب لو معاك مذاهبهم ضبطتها ضبط دقيق، وعلمت يعني ضوابطها وضوابط العمل بيها، وهكذا، ما فيش الكلام ده. قال المحققون على منعه لارتفاع الثقة بمذهبه، لأن الثقة قد ارتفعت بمذهب ذلك الصحابي، مش باجتهاده، بمنقولات اجتهاده. اجتهاده في نفسه مجتهد من أعظم المجتهدين، ولكن تراثه، الثقة مرتفعة بتراثه. لماذا؟ لأنه لم يدون، ما كتبش يا سيدي. الإمام الشافعي لا كاتب مؤلفاته، أو كتبت عليه في وجوده الأصح، ونقحت وحررت واختصرت ودرست وعلم منهجه العلمي فيها، والخصوص والعموم وأسباب
القول وإفتاء وهكذا، بخلاف مذهب كل من أئمة الأربعة لا لنقص اجتهاده، أراد أن يدفعه عن أذهان طلبة العلم ما عساه أن يطرأ عليهم. هيقول لك احنا مش هنقلد الصحابة، يبقى احنا كده اجتهادهم ناقص، انت اللي عقلك ناقص. والكلام ده مش ليكم، العقل السلفية ممكن تسمع كده وتفهم غلط، وهم اصلا غلط في غلط. يا ابني افهم، بيقول لك لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم. ومال لي ايه يا مولانا؟ قال من اجل ضبط المذهب، ده ما تدونش، ما تكتبش، ما تحررتش الفاظه، ما تحررتش معانيه. طيب، قال وجزم به النووي وعداه ابن الصلاح لكل من لم يدون مذهبه. ابن الصلاح الفقيه المحدث قال وكذلك كل من لم يدون مذهبه، ما كتبش وحرر، يبقى لا يجوز أن نقلده. وأوجب الإمام ابن الصلاح تقليد الأئمة الأربعة، وخيرا ما فعل. أنا بتكلم على رأيي الخاص، خيرا ما فعل أن يقصر التقليد على الأربعة، وإن كان أمر سيكون في واقعنا في شيء من التضييق على أهل ذلك الزمان الذي تفلتوا. ولكن أنا هنا بتكلم على يعني مسألة بروح المدرس لا بروح المفتي. لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فين بقى وجه الدلالة؟ الوجه الدلالة انه هو جعل اصحابه مثل النجوم، يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه بالنجوم، بجامع ان كل منهما يهتدى به. فالنجم يهتدى به الى يعني مرادك ومقصودك وسيرك، والصحابي يهتدى به الى شرع الله، فكل هداية. بأيهم اقتديتم، يعني إذا سرتم وراء واحد منهم اهتديتم به، أي كنتم على هدى وحق في ذلك الاقتداء. جعل الاقتداء لازم للاهتداء، ولا يكون اقتداء لازم للاهتداء إلا إذا كان حجة. وأجيب بأنه ضعيف، يعني أجيب عن ذلك الحديث بأنه ضعيف ولا تقوم بمثله حجة، أو أنه في اقتداء العامي منهم بالمجتهد. طب سلمنا أنه صحيح يا سيدي، ماشي، ولكن الحديث المراد به بأيهم اقتديتم اهتديتم، ده الكلام ده في الصحابة مع الصحابة. فبيقول للصحابة اللي هم مش ليسوا بمجتهدين، إذا اقتديتم بالمجتهدين فقد أصبتم، لأن ده خطاب وقتي مع مين؟ مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. أو في الاقتداء بهم فيما يروونه، يروونه يعني إيه؟ يعني في المنقولات، يعني فيما يروونه عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل من يروي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فاتبعنا ما رواه فقد أصبنا واهتدينا باقتدائنا بروايته. وفي قول آخر أنه حجة إن خالف القياس، لأنه لا يخالف القياس إلا إذا كان عن توقيف. ما هو إذا خالف الأدلة يبقى دليل بقى أن رأي الصحابي ده كأنه سمعه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول آخر أنه حجة
إن خالف القياس، لأنه حينئذ لا يكون إلا عن توقيف. لأن الصحابي كيف يخالف دليلا من الأدلة إن لم يكن معه من الأدلة ما هو أرجح؟ والذي أرجح من القياس هو سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأجيب بأنه ربما نحن نقول مش خالفه من أجل، يعني نحن لا نسلم أنه خالفه من أجل أنه معه سنة، وإنما قاله نقل عن سيدنا النبي، وإنما قد يكون مع الصحابي شيء يتوهم أنه دليل فيقول به مخالفا للقياس. ولذلك قال لأنه ربما خالف القياس لما ظنه دليل. قد يكون الصحابي عدل عن القياس من أجل أنه ظن أن هذا دليل، وعندما نطلع عليه قد لا نجده دليل في نفس الأمر. طيب، انتهت هذه المسألة. طيب، كل سنة وانتم طيبين يا أولاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يستخدمنا وأن يستعملنا لخدمة دينه، وأن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا القيام، وأن يتقبل منا الدعاء، وأن يوفقنا لاستثمار شهر رمضان، وأن ينعم علينا بالغفران، وأن يتوب علينا من الزلل والعصيان، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن ينقي قلبنا بألا يتعلق إلا به. اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك ومتعلقة بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أفض علينا من المعارف واللطائف ما تثبت به قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النيران. اللهم أكرمنا بشهر رمضان اللهم أكرمنا في شهر رمضان بالعتق من النيران. اللهم استجب دعاءنا وارحم موتانا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لكل من له حق علينا. ارض عن مشايخنا، اللهم ارض عن مشايخنا وجازهم عنا خير الجزاء، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم وسع مدخلهم وارفع درجاتهم، وأنزل عليهم السكينة والرحمة والغفران يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم ارزقنا بالإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا بالإخلاص في القول والعمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.